atendí, suena baja. Today lecture about menstruation related disorder. احنا بهاي المحاضرة راح نتطرق للديسمينوريا والامينوريا والانوفيولاتري بليدنج ومينوراجيا. النص واضح انه الديسمينوريا هي عبارة عن بلفيك بين يحدث أثناء المنستريشن أو جاست براير منستريشن. ديسمينوريا as we said بلفيك بين وهي either primary or secondary. إذا كانت normal يعني مثلا patient associated with endometriosis uterine fibroid then اكو pelvic pathology. فاذا كان البين ويا pelvic pathology هذا secondary نصيح له، واذا كان لا هو normal فهذا نصيح له شنو normal pelvic anatomy هذا نصيح له primary. شنو اللي عندنا يصير ليش يصير عندنا الالم؟ بسبب انه زياده البروستوغلاندين والايكوتراين باليوترس. اللي راح يصير عندنا يوتراين كونتراكشن ستيميوليتنج بين فايبر ريديوسينج يوتراين بلاد فلو اند كوزينج يوتراين هايبوكسيا. يعني عندك شنو؟ عندكم كونتراكشن وهايبوكسيا وستيميوليت بين فايبر، فراح يطلع عندي شنو؟ يطلع عندي البلفيك بين. الكلينيكال برزنتيشن والدايجنوسيس عادة تكون البيشنت انكزياس، سيفير انكزايتي عندها بسبب السيفير بين. طبعا يكون الالم مثل ما وصفت لكم اياه، اما ويا المنستريشن او جاست بيفور منستريشن، ويستمر من 1 إلى 3 يوم. قد يصاحبه نوزيا فوميتنج دياريا، قد يكون هايبرتنشن تاكيكارديا، لان انا قلت لكم يعني انكزايتي اكيوت ديستريس عندها، فممكن يصاحبه بهذا الشيء. شنو اللي احنا ممكن نسويه من لابراتوري تيست؟ احنا يعني ما دام عندي بين فحتى اكسكلود للانفكشن، انه يا هذا مو انفكشن، مو بيوتوب جوناريا كلاميديا، فاسوي كلتشر واشيك انه يا اخذ عينه اسوي بي سي ار اسوي مسحه اشيك انه ما عندي يعني سكجوالي ترانسميتد ديزيز. حتى من اسوي اكسكلود للنيهب ابدي شنو؟ ابدي غير خيارات، اشيك انه هذا برايمري لو سكندري. اذا سكندري يحتاج ايضا اسوي مثلا اوترا ساوند حتى اشيك انه ذا اكو ليجن ماس اوفيريان سيست اند سو. طبعا البرايمري بما انه هو نورمال بلفيك اناتومي فهو عادة يصير بالسن المبكر اللي هي دون 30 سنة. يعني اللي عمرها اقل من 30 سنة هو يعني مين اللي يكون برايمري. وطبعا الالم يعني من بداية شو المنستريشن يكون صاحب المنسس، لكن السكندري عادة يكون ما بعد 30 سنة. يعني هي سابقا ما كان عندها بين وبعدين يصير عندها بين، يعني ما فوق العمر 30. التريتمنت طبعا الفيرست اوف اول هو ريليف بلفيك بين. انا بما انه الديسمينوريا هي عباره عن بلفيك بين فيحتاج انه انا اعالج البلفيك بين. امبروف ذا كواليتي اوف لايف اند فيور لاست داي ات سكول اند ورك. عندي نان فارماكولوجيكال ثيرابي وعندي فارماكولوجيكال ثيرابي. النان فارماكولوجيكال مثلا توبيكال هيت ثيرابي. توبيكال هيت ثيرابي طبعا افكتيف مو افكتيف، والافكتيفنس مالته ممكن تعادل حتى الانالجيسيك
regular exercise also important. يعني عادة regular exercise كل شيء يفيد بالmenstruation disorder. In addition, a low-fat vegetarian diet has been shown to lessen the intensity and duration of dysmenorrhea. هذا من non-pharmacological therapy. بخصوص pharmacological therapy, أول شيء dysmenorrhea present. شلون نعرف إنه dysmenorrhea عدة pelvic pain. يعني ده هي عدة pelvic pain أنا صارلي شك إنه عدة dysmenorrhea. بس بالبداية consider non-pharmacological intervention. اللي هي شنو صلفناها انه يابا رياضة لوفا دايت الهيل ثيرابي هذا نون فارماكولوجيكال. اذا نون فارماكولوجيكال ثيرابي افكتيف خلاص يعني احنا بعد دائما انه نون فارماكولوجيكال ثيرابي نستخدم كل ما يجي البين ويا المنسز انه شنو نون فارماكولوجيكال ثيرابي. اذا لا مو افكتيف يعني كانت الحالة سيفير فاحنا شنو نعطي انسيد اللي نانوثيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ننطي أنسيد began one day prior to menses. عادة ننطي قبل بيوم من المنسز. ليش؟ لأن ما ننتظر إحنا الألم يجي وبعدين ننطي. ما راح يكون الإفكتيفنس نحصل فيها يعني بسرعة. فننطي قبل بيوم وننطي either مثلا ننطي إيبوبروفين ميثيناميك أسيد نابروكسين أي واحد من هذني وكلهن إفكتيف. ممكن اختيار واحد على الثاني يعتمد على عدة أمور مثلا patient preference هو patient شي يفضل مثلا اكو patient يريد كذا اكو patient يريد كذا. طبعا شلون ناخذهن اول جرعة تكون دبل ومن ثم نعتمد على بعد الهاف لايف مال الدراج. يعني انا ايبوبروفين كم مرة اخذ كنت 3 مرات باليوم على سبيل المثال او 4 مرات باليوم. الميثيناميك اسيد اوصو 3 مرات الى 4. النابروكسين مثلا مرتين باليوم وهكذا. فيعتمد على هو نفس العلاج شلون يأخذ بحالات الانالجيسي. هاي العملية نستمر 3 ايام على العلاج بعدين احنا قبل بيوم من المنسز ونستمر من 2 الى 3 سايكل. يعني اذا وصلنا للثلاثة سايكل وشفنا مو افكتيف يعني 3 سايكلات اجتي واحنا ننطي العلاج بهذا الطريقة ومو افكتيف ننتقل الى شنو اورال كونتراسبتيف. اذا كان افكتيف فهو كونتينيو بعد على الانسيد. اذا نن افكتيف ننتقل الى الاورال كونتراسبتيف. طبعا احنا بالاورال كونتراسبتيف ايضا راح يقلل لنا عند الليكوتراين والبروستوغلاندي. احنا الانسيد ايضا الميكانيزم مالته هو لتقليل البروستوغلاندين والليكوتراين. اذا الاورال كونتراسبتيف طبعا الاورال كونتراسبتيف شلون راح نعطيه؟ راح نعطيه بطريقتين اما بطريقه ال 28 دايز او بطريقه ال 91 دايز. يعني اما احنا نعطي 21 نقطع 7 يصير 28 فبالتالي هاي الطريقه الاولى مال اخذ المانع. او نعطي لا continue انه نعطي 91 دايز ما نقطع. فهاي اكو طريقتين وكل واحده لها ايجابياتها وسلبياتها. اذا كانت هاي effective هاي نستمر عليه لمده 2 الى 3 سايكل بالطريقه. اذا effective فخلاص continue احنا على oral contraceptive. اذا مو effective فconsider ديبو ميدوكسيبروجستيرون اور ليفو نورجستريل انترايوتراين ديفايس. يعني ننتقل الى البروجستيرون. بدينا بانسيد وبعدين ورا الانسيد اجينا ورا الكونتراسبتيف ورا الاورال كونتراسبتيف رحنا للبروجستيرون. اوكي ذاتس كلير واضحه الصوره. طلاب واضح اني ماكو مانع هدى هذا اي سؤال ماكو مانع اسئله ما عندي مانع. انا على الشات داي اشوف الرسائل واجاوبكم هدى هاي. اي عادة البرايمري هو نورمال. يعني النورمال اول ما تصير المنسز تصير يعني خلينا نقول بعمر 15 على سبيل المثال او 13 من 13 الى 15 او عمر 12 ايضا ماكو مشكله.
من تصير المنسز اول ما تصير يعني هواي مشاكل تصاحبها بالبدايه من ضمنها البين. فهذا هو هذا بالنورمال بلفيك اناتومي. ولهذا نقول احنا دون الثلاثين. بينما مثلا اذا الفيميل هي ما كان عندها بلفيك بين وتجاوزت الثلاثين وبلش يطلع عندها بلفيك بين، احنا ايش نتخيل؟ نتخيل سكندري. ليش؟ يعني معناته اكو ديزيز سبب لي البين هاي. فبالتالي نرجع نسوي بالتشيكات مالتنا بالدايجنوستيز نشوف شنو السبب وراء البين هذا. ننتقل الى الديس اوردر الثانيه اللي هو الامينوريا. الامينوريا is the absence of menses. هنا أنا absence عندي بالمنس وهو either primary or secondary. البرايمري اللي هو شنو؟ اللي هو occur in girl who haven't begun menstruation by age 15. وصلت عمرها 15 ولحد هسه ما عندها منسز. هذا احنا نصيح له برايمري. طبعا شنو؟ اذا وصلت 15 وكون عندها normal secondary sexual development. اذا ما عندها نورمال سكندري سيكشوال ديفلوبمنت فاذا وصلت لل 13 سنه احنا نعتبرها شنو؟ برايمري. يعني اذا وصلت لل 15 والمنسز ما جايه بس هي عندها نورمال سكندري سيكشوال ديفلوبمنت هذا شنو؟ احنا نصيح له برايمري. لكن اذا هي ما عندها نورمال سكندري سيكشوال ديفلوبمنت اذا وصلت لل 13 سنه احنا شنو نقول؟ نقول عنها برايمري امينوريا. بينما السكندري امينوريا is the absence of menses for three cycles. ثلاث سايكلات صار عندها absence للمنسز. Or six months in case of irregular. يعني اكو بعض الفيميلز هي عندها irregular cycles. ما نقدر نقول three cycles ضمن اللي 28 يوم. فهي عندها irregular cycle فبالتالي ننطي على الاشهر انه six months ما اجتها المنسز نعتبرها شنو؟ نعتبرها secondary amenorrhea. طبعا اول ما نفكر بالامينوريا نفكر بالبريجننسي. يعني لان هي البريجننت هي تصير امينوريا. فمن تيجي فيميل امينوريا يكون احنا اول ما نسوي بريجننسي تيست. يعني نشيك انه خويا مو بريجننسي عندها. يعني فشيء طبيعي اذا بريجننت هي لازم امينوريا. Other causes of secondary amenorrhea. مثلا polycystic ovarian syndrome. هذا يسبب لي amenorrhea. Hypothalamic suppression. Hyperprolactinemia. Primary ovarian insufficiency. لأن كلها أسباب سببا secondary amenorrhea. طبعا العلاج الفيميل اللي تاخذ مانع. Contraceptive. هاي أيضا يساعد amenorrhea. هاي ايضا تتخلى بالحسبان. اللايف ستايل اللي هن اندر ويت اللي الوزن دون الوزن الطبيعي اور اكسسيف اكسرسايز اللي هن يلعبن رياضه اكسسيف اور اندر سيفير ستريس لان ايضا يكون عندهن امينوريا. ممكن يعني يكون عندهن امينوريا. شنو التيستات اللي نسويها؟ بما انه احنا عمليه المنسز ايش تتطلب انا؟ يعني المنستريشن شنو اللي يتطلب؟ يتطلب شغل من الهايبوثالاموس وشغل من البيتيوتري وشغل من الاوفري. فبالتالي احنا ذني كلهم نخليهم بالحسبان. طبعا فيرست اوف اول مثل ما قلت لكم اول شيء يكون اكسكلود برجنسي. يعني قبل ما كل شيء يكون احنا اكسكلود برجنسي. فنسوي اكسكلوجن برجنسي نسوي برجنسي تيست. بعدين عندنا الثايرويد فانكشن ايضا تاثر. اذا تذكرون من كنا نقول الثايرويد من ضمن السايد افكت مالته الثايرويد ديس اوردر كان امينوريا من ضمن السايد افكت مالته. فنشيك الثايرويد نشيك الاوفري البرولاكتين هايبر برولاكتينيميا ايضا تسبب امينوريا. ونشيك الميل هرمون تيست. ليش نشيك الميل هرمون تيست؟ لان البوليسيستيك اوفري سندروم هذا شنو؟ هذا يكون عند الاندروجين عالي. الفيميل اللي عندها بي سي او اس يكون عندها الاندروجين عالي. فنشيك الميل هرمون ايضا حتى نشوف اذا عالي ممكن نقول هاي بي سي او اس هاي سكندري امينوريا. طبعا بعد السيمتوم ساين والسيمتوم وذني التيستات اللي نسويها ننتقل الى شنو؟ ننتقل الى الالترا ساوند سي تي سكان ام ار اي. فهنا يعتمد على الامور اللي تطلع لي.
يعني مثلا انا اذا كنت شاك بالبيتيوتري مثلا عندي مشكله فممكن اسوي ام ار اي للبيتيوتري وهكذا. اذا كنت لا شاك بال مثلا بوليسيستيك اوفري مثلا جتني ساين والسيمتوم شنو مثلا اللي هي فيشيال هير اكني الفويس مثلا شويه مور ديب هذا احنا نشوف بوليسيستيك اوفري سيندروم فبالتالي ممكن انه نشيك. طبعا الجول اوف تريتمنت هو تو ريستورينج ذا نورمال منسترال سايكل، هذا اساسي انه انا ارجع النورمال منسترال سايكل. اذا انا عندي اب نورمال منسترال سايكل معناتها عندي ديستربنس بالهرمونز الفيميل هرمونز اللي هن مثلا البروجستيرون والاستروجين، والاستروجين هو مهم بالنسبه للبون، فبالتالي اذا عندي ديستربنس بالاستروجين فراح يصير عندي البون دنسيتي راح تقل، يصير عندي بون لوس، فبالتالي انه عندي مهم بالجول مال تريتمنت مالتي بريزرفينج بون دنسيتي بريفنتينج بون لوس. اوسو من عندي يصير هرمون ديستربنس معناته راح يكون عندي انفيرتيليتي، لان انا بما انه ما عندي منسز معناته اوفيليشن ما عندي، اذا اوفيليشن ما عندي فاكيد هي انفيرتايل، فبالتالي انا الفيرتيليتي ايضا مهمه تو امبروفينج ذا فيرتيليتي يكون ضمن الجول مال تريتمنت مالتي اند اولسو امبروفينج ذا كواليتي اوف لايف. ايضا عندي نبلش بالنون فارماكولوجيكال ثيرابي اللي هي مثلا من ضمن اللي عانى من الامينوريا ان الاندر ويت از وي سيد، فبالتالي اذا اندر ويت ممكن انه الويت جين يخدمني انه بتحسين الحاله. اذا كان هو السبب اكسسيف اكسرسايز فبالتالي اكسرسايز ريدكشن ايضا ريكومندد، يعني ذني اللاعبات الرياضيه اللي هم يلعبن رياضه مو رياضه البسيطه اللي هن الاكسسيف اكسرسايز فذني ممكن يعانون من امينوريا فبالتالي نقول لهم شويه خففوا من الاكسسيف اكسرسايز. العلاج مالتي اول ما تجيني فيميل امينوريا اول فقره اسويها بريجننسي تيست، لازم البريجننسي تيست نيجاتيف حتى شنو ابلش بعدين افكر بغير شيء. الان طلعت بريجننسي تيست نيجاتيف اجي اباوع شنو السبب اللي سبب لي الامينوريا، ف طبعا احنا ندور على السكندري السبرايمري واحد البرايمري احنا راح نعرفه من العمر، يعني عمره يعني الفيرست سايكل ما جاي البرايمري الفيرست سايكل ما جتي هذا البرايمري، فالفيرست سايكل بعمر 15 قلنا او عمر 13. الان نبحث عن السكندري، السكندري نشوف انه هل انه انيروكزيا عندنا اكسسيف اكسرسايز نعالج الانيروكزيا والاكسسيف اكسرسايز، اذا كان افكتيف فاحنا كونتينيو على هذا الشيء، اذا لا نان افكتيف ننتقل الى منو؟ ننتقل الى الاورال كونتراسبتيف والكونجوجيتد اكوين استروجين فور اثينيل استرادايول، هذا اذا كان اذا ما استجاب عندي للويت انكريز بالويت وديكريز بالاكسرسايز. هنا نباوع اذا عدى هايبر برولاكتينيميا فاكيد راح يستفيد من تستفيد العفو من الدوبامين اغونست، اذا كانت عندها هايبر برولاكتينيميا راح تستفيد عندي من الدوبامين اغونست، اذا كان عندها بي سي او اس وهل انه هي تريد تصير بريجننت لو لا، يعني هل انه مخططه انه تريد يصير عندها طفل ام لا، اذا كان عندنا انه تريد يصير طفل فننطي شنو استروجين موديليتر ما ننطي اورال كونتراسبتيف، لان هي تريد تصير عندها طفل، هي جايه انفرتايل وتريد تحسن الفرتيليتي مالتها، هي عندها بي سي او اس، فبالتالي انطيها استروجين موديليتر كلوميفين حتى شنو؟ حتى يتحسن عندها الاوفيليشن فبالتالي تتحسن الفرتيليتي. اذا لا ما مهتمه انه يصير عندها او ما يصير عندها ننتقل للاورال كونتراسبتيف، طبعا نختار اللي هو كونتيننج ان انتي اندروجينيك، ليش؟ لان هو ان كيس اوف بي سي او اس هاي عندها الاندروجين عالي
نستفيد انه ننطي انتي اندروجينيك بروجستيرون. طبعا ايضا تستفيد من الميتفورمين. انتوا اخذتوا البي سي او اس اخذكم يعني اعتقد تاخذوها احد الاساتذه اخذها لكم، فبالتالي تدرون انه الميتفورمين تستفيد من عده ام البي سي او اس. اذا لا انا اصلا ما ادري شنو الكوز، يعني ما وعد ذني مو هن ذني الكوز، فنجي بخانة الانون كوز. نقدر نسوي ننطي بروجستين يعني سينثيتك بروجستيرون to induce withdrawal bleeding، ننطي البروجستيرون بعدين انقطع، من انقطع راح يصير عندي withdrawal bleeding اللي هو as normal. احنا شنو اللي يصير عندنا من يصير عندنا المنستريشن؟ من يصير المنستريشن يصعد عندي اول شيء الاستروجين، من يصير عندي منستريشن اول شيء شنو اللي يصير عندي بالهرمونات؟ تصعد عندي الاستروجين، ورا ما يصعد عندي الاستروجين يصعد عندي البروجستيرون. اذا صار عندي امبلانتيشن صار عندي تخصيب للبيضه والامور مشت يصير حمل، خلاص يستمر البروجستيرون والاستروجين بالليفل مالتهم ما ينقبضون. اذا لا ما صار عندي حمل راح يتلاشى الكوربس لوتم اللي هو المسؤول عن افراز البروجستيرون، فبالتالي راسا راح ينخفض عندي البروجستيرون يصير عندي المنسس. فانا اجي اسوي هاي الحاله كما هي. شلون اسوي هاي الحاله؟ اسوي الحاله بهاي الطريقه. اساسي عندي انه شنو اللي انطي؟ يكون من ضمن الامور اللي انطيها بما انه انا عندي المشكله مع الهرمون ديستربنس، مشكله نوعيه ممكن يصير عندي هايبو استروجينيميا، فبالتالي راح يصير عندي مشاكل بالبون، فهنا انا احتاج انه انطي فيتامين دي وانطي دايت ريتش ان كالسيوم. هذا ايضا المساله مهمه. عندي الموضوع الثالث اللي هو ان اوفيوليتري ابنورمال يوتيراين بليدنج. حقيقه اليوتيراين بليدنج اما يكون يعني ريجولار اللي هو يجي ويا المنسز او ريجولار. اذا هو ريجولار يعني ويا المنسز صار عندي بليدنج فهذا نصيح له هيموراجي. اذا ريجولار نون سايكليك يعني مو اجى البليدنج ويا السايكل، هذا نصيح له شنو؟ نصيح له اللي هو ابنورمال يوتراين بليدنج. هسه الابنورمال يوتراين بليدنج بين نوعيتين، بيصير ان اوفيليتري ما يصير عندي اوفيليشن، ونوع يصير بي اوفيليشن. النسبه الاعلى اللي هو 90% اللي هم جماعه الان اوفيليشن. فالان اوفيليتري ابنورمال يوتراين بليدنج هو ريجولار نون سايكليك. ليش؟ اذا سايكليك صار شنو المينوريجيا، لا تنسون السايكليك مينوريجيا. فهذا ريجولار نون سايكليك منسترال بليدنج فروم ذا اندومتريوم رينجينج فروم لايت سبوتينج تو هيفي بلاد فلو. اللي هو الـ unovulatory one is secondary to the effect of unopposed estrogen. أدي الاستروجين يعني ماكو مقابلة بروجستيرون، نصيح لـ unopposed estrogen. And does not include bleeding owing to an anatomic lesion of the uterus. احنا الآن راح نتكلم عن البليدنج اللي سببه استروجين وحده بدون بروجستيرون، يعني متروك الاستروجين بدون البروجستيرون، وما راح نتكلم عن البليدنج بسبب اناتوميك ليجن اوف يوتراس، يعني عندي حاله ليجن باليوتراس وصاير عندي بليدنج، لا نسولف عن شنو؟ نسولف عن حاله انه عندي الاستروجين موجود بروجستيرون ما موجود، نصيح له ان ابوز استروجين. عاده البليدنج ايش وقت يصير؟
اما عندي كيسات اللي هي يعني نقول فيسيولوجيك اللي الفير ام الفير سايكل مثلا او السايكلات اللي بالبدايه يصير عندها هرمون ديستربنس فبالتالي ممكن يصير عندها بليدنج او لا بيريمينابوز اللي راح توصل الى سن الياس ايضا هاي شنو اللي راح توصل الى سن الياس هاي تكون شنو تكون اهم هرمون ديستربنس فبالتالي هم ممكن يصير عندها بليدنج هاي هذا فيسيولوجي نورمال فيسيولوجي هاي صد ما عندها يعني مشاكل او لا او عندي باثولوجيكال كيسز باثولوجيكال كيسز يعني هنا اللي مثلا هايبر اندروجينيك البي سي او اس اكبر سلايد اوف اللي هن جماعة الباثولوجي اللي هو ممكن يكون المشكلة بالأوفري ممكن يكون المشكلة بالهايبوثالاماس ممكن يكون المشكلة بالبيتيوتري يعني مثلا أو بالثايرويد يعني هايبوثايرويدزم عندي مشكلة هايبرولاكتينيميا عندي مشكلة هايبوثالاميك ديسفانكشن عندي مشكلة and so شوفوا احنا شون اللي دا يصير عندي بالنورمال اوفيوليتري سايكل عندي اول ما دا يصير فوليكيولر ديفلوبمنت وبعدين اوفيوليشن بعدين كاربوسيوتم ديفلوبمنت بعدين يوتيولايسس هاي الامور اللي دا تصير عندي مقابلها شكو during the cycle the endometrium proliferate and undergo secretory change and desquamation مقابلها راح تصير عندي هاي الحاله باليوتيرم بالاندوماتيريوم العفو منو السبب هذا الشيء السبب اول شيء استروجين الون زين استروجين اند بروجستيرون اند ذا ان استروجين اند بروجستيرون وذ دراوت يعني اذا تلاحظوا انه انا عندي فوليكيولر ديفلوبمنت والاوفيليشن هذا بعد استروجين من اجل كاربوسليوتيوم ديفلوبمنت هذا هو اللي يفرز البروجستيرون يفرز عندي البروجستيرون وراها اذا ما صار عندي حمل يصير عندي اليوتيولايسيس وينخفض عندي البروجستيرون والاستروجين بالمقابل انه الاستروجين شو يسوي بالاندوماتيريوم الاستروجين مسؤول عن البروليفريشن منو مسؤول عن السكريتري تشينج البروجستيرون اذا نزل ذني دي سيكوميشن يصير عندي بالمقابل هذا شنو بالاندوماتيريوم فاذا هو الافكت اول شيء استروجين الون خلال الفوليكيولار سينثيسيس والاوفيليشن وبعدين استروجين اند بروجستيرون وبعدين استروجين اند بروجستيرون وذ تراول فبالتالي راح يصير عندي الديسكوميشن البروجستيرون ستوبس اندوماتيريال جروث اند ستيميوليت اندوماتيريال ديفرنشيشن بالبدايه عندي الجروث هو مسؤول عنه الاستروجين الجروث مسؤول عنه الاستروجين ومن ثم من يجي يطلع عندي البروجستيرون ايش راح يسوي راح يوقف لي الجروث وانما شو يسوي الديفرنشيشن ستيميوليت اندوماتيريال ديفرنشيشن زين خلينا نشوف احنا شنو اللي يصير عندي بالان اوفيليتري وومن يعني ما الومن ما عندها اوفيليشن شوف شو يصير عندي A corpus luteum is not formed. ما راح يتكون عندي corpus luteum. And the ovary does not secrete progesterone. Progesterone ما عندي. أنا اللي قدام قلت لكم هو الكيس شنو؟ أنا أبوست استروجين. استروجين واحد. إذا لاحظتوا إنه هنا أنا عندي progesterone ماكو عندي. Without progesterone there is no endometrial differentiation. بدون progesterone ما عندي endometrial differentiation. إذن chronic unopposed estrogen cause endometrial proliferation the endometrium become vascular and fragile resulting in non-cyclic menstrual bleeding هنا بما انه ما صار عندي بس proliferation ما صار عندي differentiation راح يكون عندي شنو راح يكون عندي الاندوميتريوم vascular and fragile فبالتالي راح يصير عندي non-cyclic menstrual bleeding هذا in case of an ovulatory woman زين بعد the endometrium may also become hyperplastic
and progress to a pre-cancerous state. وطبعا هذا increasing the women risk of endometrial cancer. تدرون انتم بعد الاستروجين هو مسؤول عن proliferation يعني hyperplastic صار عندي. لانه انا بس proliferation جاي يسوي ما عندي differentiation. فبالتالي يكون شنو pre-cancerous state. شنو اللي الحالات العدية طبعا شنو الساين والسيمتوم راح تكون acute distress also present اللي هو يعني anxiety عندي irregular heavy prolonged vaginal bleeding اللي هو non-cyclic واذا كان perimenopause فراح تطلع لي عندي perimenopausal symptom اللي هو hot flash and etc. إذا كان السبب هو PCOS راح يكون عندي acne, hirsutism, obesity. إذا كان عندي hyperprolactinemia راح يصير عندي مثلا milk discharge. التيست ممكن أنه أنا أشيك الأندروجين حتى أشوف هذا الجلوكوز الليبيد أشوف أنه سبب PCOS. طبعا هو PCOS هو يعني خلينا نقول الميجر كوز أوف uterine bleeding. وأسوي ultrasound also important. شنو العلاجات ماتي ال desired outcome of therapy are stop acute bleeding. أول فقرة لازم أنا أوقف ال bleeding. جاي الفيميل جاي على شنو جاي عندها uterine bleeding وبعد جاي على شنو جاي عندها مثلا fertility جاي عندها infertility sorry. ليش infertility؟ لأن هي anovulatory فهي عندها uterine bleeding وعندها infertility بما انه عندها disturbance بالهرمون ممكن عندي osteopenia ايضا اذا ذني اساسيات زين بما انه عندها bleeding ممكن عندها anemia فبالتالي ذني راح يكون هنا ال desired outcome مالتي اول شيء stop acute bleeding prevent future episode of non-cyclic bleeding and treat anemia decrease long term complication of and ovulation اللي هي الاوستيوبينيا والانفيرتيليتي وامبروف اوفر اول كواليتي اوف لايف. النون فارماكولوجيكال ثيرابي طبعا ديبند اون ذا اندرلاين كوز يعني فور اول وومن وذ بي سي او اس ويت لوس مي بي بنفيشال اذا تقلل وزنهم والبي سي او اس ممكن تستفيد. In women who have completed childbearing or who have failed medical management, endometrial ablation or resection and hysterectomy are surgical option. يعني إذا إحنا مطينا علاج وما استجابت فننتقل وين ننتقل إلى السيرجري بعد. إذا لا هي يعني completed childbearing بعد كملت سن اللي ممكن أنه يصير بيه حامل فبالتالي ايضا بعد مو مهم اذا نسوي سيرجيكال اوبشن يعني ما عندنا مشكله. هذا هو النون فارماكولوجيكال. الفارماكولوجيكال ثيرابي فيرست اوف اول انا قلت انه ستوب بليدنج. فشلون ستوب بليدنج؟ انطي انسيد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراتس انطي ترانكزيميك اسيد او انطي هرمون ثيرابي. الهرمون ثيرابي ممكن انطي استروجين ممكن انطي بروجستيرون وممكن انطي استروجين موديليتر. يعني اذا انا اول ما انطي نن هرمون اذا نن هرمون اذا تو ستوب بليدنج خلاص اوكي. اذا لا مو اذا ونحتاج انه اوبيليشن حتى نحسن الفيرتيليتي بنطي استروجين موديليتر. إذا لا بعد البريجنانسي not important contraception أوكي ما عندنا مشكلة ممكن نعطي oral contraceptive وممكن نعطي progesterone. الديسوردر الأخير اللي هو المينوريجيا طبعا ذني الديسوردرز اللي أنا اضطرقت لهم هنا مو بس ذني المنستغلاليتي الديسوردر أكو بعد غيرهم لكن اللي اضطرق معهم بالمحاضرة ذني الأربعة. المينوريجيا شنو؟ طبعا سايكليك المينوريجيا
لكن قلنا نون سايكليك اللي قبله اليوتيراين بليدنج كان نون سايكليك، الان المينرجي هي سايكليك. هو برولونج منسترال بليدنج لاستنج جريتر ذان 7 دايز، اللي هو اما انه تستمر البليدنج اكثر من 7 ايام او لا، او هيفي منسترال بليدنج اللي هو greater than 80 ml per cycle، يعني اكثر من 80 ml للسايكل الوحده. طبعا هذا practically difficult to count it، يعني ما نقدر practically انه ينحسب، لكن بعد هو اذا هذه منسترال بليدنج يعني تقدر انه هذه منسترال بليدنج فنعتبرها من اوريجي. الكوزز مال منوريجيا can be divided into systemic disorder, reproductive abnormalities, or medication. يعني ممكن يكون السبب هو بالreproductive system نفسه، وممكن يكون السبب خارج الreproductive system. يعني مثلا اللي عندها مشاكل بالcoagulation، فعندها مشاكل هي بالcoagulation، فطبعا يصير bleeding. شنو المشكلة؟ يعني coagulation dysfunction يصير عنده بليدنج، هذا انا ريليتد بالريبوراتيف سيستم. او مثلا السيروسس، عندها ليفر سيروسس، هاي ايضا ممكن يصير عنده بليدنج، فهذا انا ريليتد بالريبوراتيف سيستم، وممكن لا ديو تو ريبوراتيف سيستم، ممكن ديو تو ميديكيشن، يعني اللي ياخذون انتي كوبيلنت ميديكيشن فممكن يصير عندهم بليدنج، واللي ياخذون هرمونز اللي هنا يعني سكس هرمونز ممكن انه يصير عندهم بليدنج. الساين والسيمتوم دياجنوزيس ايضا اكيد ستريس ما بريزنت، اللي راح نشوفه شنو؟ راح نشوف احنا هذه برولونج منسترال فلو، ممكن فتيك طبعا لانه عندي يصير نزيف، ممكن عندي انيميا، ممكن عندي بين بلفيك بين ديسميمريا، اورثوستاسيس ممكن يصير عندي بليدنج، عندي تاكيكارديا ريفلكس ممكن فيلر اوكي، خاصه بالاكوت بلاد لوس ذني ممكن يصير عندي. شنو اللي اتشيك انا اول ما اتشيك الكومبليت بلاك اوت، شوف عندي مشاكل بالدم، ما عندي مشاكل، عندي انيميا، ما عندي انيميا، شنو المشكله؟ يعني حتى اسوي اكسكلوجن للسيستميك، وممكن اسوي بلفيك التراساوند، بلفيك ام ار اي، واسوي مسحه، اخذ هيستروسكوبي والاندوماتريال بايوبسي، كل ممكن اني اسويهن حتى اشوف شنو المشكله اللي عندي. طبعا الـ desired outcome to reduce menstrual blood flow, reduce risk of anemia, improve quality of life, and defer the need for surgical intervention. قدر الإمكان أحاول يعني أمشي الأمور بطريقة العلاجات حتى أستبعد أنه احتياجي إلى surgical intervention، لأن surgical intervention يعني ما اللي يدخلني بعد ماكو pregnancy. أنا شو أريد أسوي؟ أسوي hysterectomy مثلا، اسوي مثلا هذا ديستروي للاندوميتريا، بالتالي قدر الامكان انه ابتعد عن الحاجه للسيرجيكال انترفينشن. السيرجيكال انترفينشن ار ريسيرفد فور بيشنت نون ريسبونسيف تو فارماكولوجيكال تريتمنت اند انكلود اندوميتريال ابليشن اند هيستيركتومي. هسه عندي منوريجيا، هل انه تريد يصير عندها حمل لو لا؟ لو كونتراسبشن ما عندي مشكله بي، اذا لا الكونتراسبشن ما اريد كونتراسبشن، وين نروح؟ نروح الى انسي وترانكزيميك اسيد، ذني ننطي حتى نقلل البليدنج، فننطي انسي وترانكزيميك اسيد لمده 5 ايام. اذا افكتد فخلاص احنا بالحالات المماثله الجايه بالسايكلات الجايه ممكن نستمر على نفس العلاج.
اذا لا مو افكتيف ممكن ننتقل الى البروجستيرون، نعطي لمده 21 يوم نبدي من يوم 5 من المنسس. اذا افكتيف نستمر على الجايات على نفس الطريقه، اذا مو افكتيف بعد خلاص نروح للليفونورجسترين انترايوتيرين ديفايس وأورال كونتراسيبتيف، وإذا أيضا ما فاد نروح للسيرجري بعد. فهنا أنا هذا بلشنا، إذا كان بالبداية قلنا كونتراسيبتيف نوت ديزايرد ما نريد أنه نمنع الحمل، فنبدي بهذا اللاين. إذا لا أنا ما عندي مشكلة أنه كونتراسيبتيف ديزايرد، فرأسا أروح أنتقل وين؟ كونسيدر ليفونورجستري ريليزينج انترايوتيرين ديفايس. هذا بعد خلاص هو هم راح يعالج لي الحالة وهم بنفس الوقت يمنعني الحمل. انسيد وترانكزيميك اسيد ممكن ننطيهم سوا، ممكن ننطيهم منفصلات حسب الحالة، يعني لأنهن الميكانيزم مالتها مختلفة بالعمل يعني حسب الكيسز. إذا كان افكتيف نستمر على الليفونورجستريل انترايوتيرين ديفايس، إذا أنا إفكتيف كونسيدر الأورال كونتراسيبتيف، إفكتيف كونتينيو، مو إفكتيف ننتقل إلى السيرجر. خلصت المحاضرة لحد هسه، يعني حتى يبقى لكم بعد 10 دقائق إلى 12 دقيقة ويكمل بعدي دكتور رياض الساعة الثانية. شكرا جزيلا. إلا عندكم أي سؤال استفسار؟ يلا شكرا جزيلا.